السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نشتغل مع بعض الـ 3 methods of calculating the cost of goods sold. As we mentioned before, if the purchases prices are different, we can use one of 3 methods. يعني زي ما قلنا قبل كده، لو عملية الـ purchases أو الشراء في أسعار مختلفة، إحنا ممكن نستخدم طريقة من الـ 3 methods اللي هنشتغلهم مع بعض. First in, first out، اللي هي الاختصار بتاعها FIFO أو FIFO. تاني طريقة اللي هي last in first out FIFO or weight average methods. هنبدأ نشتغل مع بعض الثلاث طرق دول وهنشوف كل طريقة بنتعامل معها ازاي. Note أو حاجة مهمة، if the prices are going up using first in first out leads to increase the amount of profit. يعني لو الأسعار بتزيد، if the prices are going up، فلو احنا بنستخدم الطريقة اللي هي first in first out، ده هيؤدي إلى increasing أو زيادة في ال profit. طب ليه؟ because it decrease the cost of goods sold، لأن ده بيقلل ال cost of goods sold. جميل؟ طيب. while using last in first out leads to decrease the amount of profit. ده امتى؟ لو prices are going up، يعني لو الاسعار بتزيد، لو احنا بنستخدم الطريقة التانية اللي هي last in first out، ده هيؤدي الى decreasing او نقص في الكمية بتاعت البروفيت. ده بسبب ان هيحصل increasing للcost of goods sold. ده كان نوت ممكن يجيله في MCQ او true or false. طيب ندخل بقى على مثال عشان نشرح الثلاث طرق. Now look at page 3160 exercise number 8.2. ده في الكتاب صفحة 360. On May 10th Merlin computers sold 80 laptop computer to the next publisher. At the date of this sale Merlin perpetual inventory records include the following cost line of laptops. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في شهر مايو يوم 10 واحدة اسمها ميرلين او شركة باعت 80 لابتوب، تمام، to text publisher. At the date of this sale, Merlin perpetual inventory records includes of the following. كان في يوم 9 ابريل كان عندها 60 وحدة من اللابتوب دي. اليونت كوست او التكلفة للوحدة الواحدة بس كانت ب $800 او ب $800. يبقى التوتال كوست طبعا هيضرب النمبر اوف يونتس في اليونت كوست، عدد الوحدات في سعر الوحدة الواحدة، هتكون 60 في $800 هيديني $48,000 or $48,000. May wants 40 units, unit cost $850, total cost هيكون ب $34,000. Total units هيديني بقى التوتال بتاع الوحدات كلها اللي هنا، تلاحظوا 60 وحدة و40 وحدة، يبقى التوتال يونت بتاعتهم 100 وحدة، والتوتال كوست أو التكلفة الكلية هيجمع لي 850 وال 34,000 هيديني أو سوري 48,000 وال 34,000 يديني التوتال كوست ب 82,000. جميل. طيب ايه بقى المطلوب مني؟ prepare the journal entries to record the cost of 80 laptops sold on May 10th assuming the mailing customers uses. يعني المطلوب من حضرتك انك هتعمل journal entries من خلاله تحسب الكوست of goods sold بتاع ال 80 لابتوب. طيب على اديني شوية افتراضيات. اول حاجة ايه؟ specific identification method. 50 of the units sold were purchased on April 9th and the remaining unit were purchased on May 1. الفكرة مهمة جدا التفاصيل دي عشان هي اللي من خلالها
حضرتك هتقدر تجاوب او تحل المسألة. تاني حاجة عايزني احسب له بطريقة الـ average cost methods، ودي طريقة سهلة. Number C first in first out هنشتغلها مع بعض، و last in first out برضه هنشتغلها مع بعض. اديني برضه سؤال: discuss briefly the financial reporting differences that may arise from choosing the first in first out over the last in first out methods. طيب أول طريقة اللي هي أول حاجة using specific methods of the cost of goods sold. طيب احنا قلنا ان هما 80 وحدة، جميل. فعايزين نحسب الاسعار بتاعتهم، فهيقال لي 50 وحدة في 800 و30 في 850. طب ايه الاختلاف؟ يعني ليه هنا 800 وليه هنا 850؟ لو نرجع مع بعض كده هو بيقول لي ايه specific identification method. 50 منهم كانوا امتى؟ on April 9 يعني يوم 9. طيب لو هترجع كده للمسألة هتلاقيه بيقول لي ان يوم 9 كان السعر البيع 800 وحدة، جميل. ادي يوم 9 April 9 كان اليونت كوست ب 800. طيب بعد كده يوم 1 مايو كان اليونت كوست ب 850، عشان كده قسمها، قال لي 50 في 800 بلس 30 في 850 هيديني الناتج 65500. ده كانت أول طريقة. طيب تاني طريقة اللي هي using cost method أو using average cost method. طيب برضه الطريقة دي طريقة سهلة. أول حاجة هجيب الـ average unit cost. طيب بجيب الـ average unit cost إزاي؟ بجيب التوتال بتاع الوحدات وأقسمه على قسم هنا الـ 82000 على المية، هيديني 820 بير يونت. طيب ال 82000 دي جابها منين؟ ال 82000 ديت لو هنشوف مع بعض كده هو التوتال بتاع الوحدات كله كان 82000 زي ما احنا شايفين كده. ادي التوتال كوست كان ب 82000، ده جميل. طيب التوتال يونتس كانت ب 100، اذا هو ديفايدد التوتال كوست على التوتال يونتس، هيديني رقم زي ما طالع كده 820 بير يونت. خلاص هجيب الكوست اوف جود سولد، هو قال لي احسب لي ال 80 لابتوب التكلفه بتاعتهم هتكون قد ايه. خلاص هضرب التكلفه بتاعت الوحده الواحده في النمبر بتاع الوحدات، يبقى 80 في 820 يديني 65600. دي كانت تاني طريقة. طيب الطريقة الثالثة اللي هي FIFO أو First In First Out، هنحسب برضو الـ Cost of Goods Sold مباشرة. يديني يقول لي 60 وحدة في 80 بلس 20 في 850، نفس الفكرة بس هنا First In يعني يحسب الأول، ف 60 وحدة ضربها في الـ 800. لو نلاحظ كده اول حاجة خالص هو قال لي ايه، ان هو في ابريل 9 60 وحدة كانت سعرهم 800. طب ايه اللي هيتبقى قد ايه؟ هو بيقول لي 80، تمام. فاللي هيتبقى 20، ال 20 دول اكيد هيحسبهم بسعر السعر اللي بعد كده. السعر اللي بعد كده كان ب 850، اذا هو هيضرب ال 60 وحدة في 800 دولار عادي بلس المتبقي بقى ايه المتبقي او الريمين اللي هو ال 20، عشان انا كده كده بحسب الكوست اوف جود سولد بتاع كام؟ ال 80. فخلاص ال 20 اضربهم في 850 وتطلع زي ما تطلع، طلعت لي هنا ب 66000، او لا سوري طلعت لي ب 65000، تمام. طيب اخر طريقه بقى اللي هي الليفو ميثود، ودي العكس بقى، يعني هو هنا هيعكس. كان اخر حاجة هو كانت موجودة كانت 40 وحدة، لو تفتكروا 40 وحدة هيضربهم في 850 لان ده كان السعر اللي موجود بلس الريمين او المتبقي ال 40 التانيين في 800 يديني 66000، وكان بيجاوب هنا بقى على السؤال اللي سأله، فبيقول لي because the prices are going up عشان الاسعار بتزيد، تمام بترتفع،
كانت السعر 800 بعد كده بقى 850. So using the first in first out over the last in first out leads to increase the amount of profit because it decreases the cost of goods sold. أتمنى الجزئية دي تكون مفهومة للناس. شكرا واشوفكم في فيديوهات تانية.